وصحبه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. This lecture should be given by Dr. Wajdi, but I think somebody is related to you. They want to return back or reviewing this lecture. So I will give you some hint about this. أنا ما راح أتقيد كله بالثيوري اللي موجود، راح يكون الثيوري تقريبا من عندي فقط، راح يكون تركزون على الصور حتى راح يكون أشرح لكم على الصور. أوكي؟ نتوكل؟ تمام دكتور، تمام براحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. The vertebral column is the main bone of the trunk. إذن العمود الفقري اللي يعتبر أنه الإعجاز الرباني بطريقة التكوين وطريقة الرسم الهندسي. هنا نشوف it is what we called backbone and it is form the main central axis of the skeleton. أساسا هو المركز للمحور الجذع. أيضا it forms the skeleton of the neck. النيك طبعا تتكون من السكيلتون مالته من السيرفايكال فيرتبرا. طبعا مثل ما تشوفون اللونج مالته it is around 70 to 75 سنتيمتر اللونج according to the length of the individual. هاي طبعا in adult، واكثر شيء بالفيميل تكون 70، بالفيميل بالميل 75. And it accounts for 42% of the height. تقريبا يكون 42% من طول الأشخاص العاديين. Made from a series of the small bone joined together, but it gives it some flexibility. طبعا هي ما راح يكون بون واحد مثل ما يعني، لذلك بعضهم يعترضون على تسمية الباك بون. It is not a back bone. It is a numerous bone that connected together in a specialized form according to the structures of the vertebra, according to the orientation of the facet or the process, and this will give the curve of the bone. The bone are strapped together to give the strength, and also we have a movement. It is not stagnant bone. It is not firmly connected bone. أكوبي بعض الحركات. مثل ما قاعد تشوفون يمتد البون من الانتيرير اسبيكت، بعدنا بالصوره الاولى من ال يس فروم هير، احسنت مؤشر من الاطلس اللي هي السي 1 اللي هي الفيرست سيرفايكال فيرتيبرا اللي هي بها سبيشال فيتشرز اللي هي عباره عن رينج لايك ستراكشرز، ويمتد الى الكوكسكس. بالصورة الأمامية راح يكون straight length، بالصورة الجانبية راح يكون multiple curve. هاي الكيرف أول كيرف راح يكون الconvexity toward the anterior view مالت السيرفايكل، تشوف اللي هو convex يسموها lordosis، بينما بجهة الدورزال فيرتبرا طبعا يتكون من 7 سيرفايكل فيرتبرا. الدورزال فيرتبرا او اللي يسموها الثوراسيك فيرتبرا الفقرات الظهريه هي تكون الميزه مالتها الكيرد الكونكيفيتي انتيرير اند كونفكسيتي بوستيرير، لذلك يسموها كايفوتيك ديفور كايفوتيك. طبعا ذا كايفوسيس يعتبر هو باثولوجيكال نيم، هنا نسموها كيرد بوستيرير دي يعني الكونفكسيتي بوستيرير. ايضا بها صفه انه ال فروم ذا فيرست الى ال 12 فيرتبرا they attach to the ribs. The ribs هي الفورم الثوراسيك كيج، لذلك تكون more stable والموفمنت مالتها قليله. بعدها اللمبر ريجن اللي تمتد من الفيرست لمبر فيرتبرا لحد الفيفث لمبر فيرتبرا، ايضا تكون الكونكيفيتي الكونفكسيتي باتجاه الانتيريور باتجاه الابدومن، ايضا لوردوسيس تشبه السيرفايكل، والكونكيفيتي باتجاه الدورزوم. And there is a vertebra between the first اللي هي lumbar vertebra والfirst sacrum.
الساكرم هي مجموعة الفيرتبرا اللي هي attached together، لذلك يسموها ساكرم يعني عظم العجز، رغم أنه هي five sacral vertebra they fuse together during embryology. ويبقى الكوكسيكس، الكوكسيكس اللي coccygeal vertebra اللي هي 3 to 4 vertebra that form the rudimentary of the tail. هاي بالحيوانات هي عبارة عن الذيل، احنا عندنا rudimentary اللي هي just a fused vertebra or sometime not fused. Next slide please. هنا نشوف الاتاشمنت فور ذا بون. مثل ما شفتوا الفيرتبرا هي اندفجوالايز، كل فيرتبرا هي تتكون من بودي وتتكون من بروسيس. هاي البروسيس مهمتها هي الاتاشمنت بالسوفت تشو والمصل والاذرس، وبيناتين يكون الديسك يسموه الانتر فيرتبرال ديسك. الانتر فيرتبرال ديسك طبعا يتكون من طبقتين، الخارجيه هي الانيولس فايبروسس يعني الحلقه اللي فيها، وبالداخل النيوكليوس بالبوسس. سو اتاشمنت فور ذا بون هاي مثل ما تقولون الفانكشن. وات ار ذا فانكشن اوف ذا فيرتبرال كولوم؟ فيرست اتاشمنت تو اذر بونز. سو vertebral columns provide for attachment for the rest of the skeleton, both the axial and the appendicular. يعني المحوري مثل الريبس، مثل السكال الجمجمة والبلفس، وأيضا الابندكولر اللي هو الطرفي اللي هو الشولدر والأبر لين بالنسبة للتمفصل العلوي، وبالبلفس pelvic girdle and lower limb بالتمصل السفلي. So above it pierces and support the head. This is the first function. اضاف الاتاشمنت مول مون هو pierces and support the head and the skull طبعا. Centrally support the ribs and indirectly support the upper limb through the shoulder girdle. Below it articulate with the hip joint, hip bones. طبعا الhip bones هنا ايش يقصد بيها؟ الhip هو hip joint. هي it articulate with the iliac bone. الiliac bone عن طريق الالة of sacrum تتحد ويا الالium تكون لنا البلبس، وعن طريق انه الarticulation بين الالium وبين الاسكيوم والبيوبس يكون عندنا الاستابلوم اللي هي articulate with the head of femur to form the hip joint. Together with the hip bone, they bear most of the body weight. هنا أيضا هو حقيقة bear the body weight وtransfer the body weight. يعني يوزع لنا الوزن بالتساوي ويسوي له distribution للweight، يوزع لنا بين ال two iliac bone إلى وينقله من sacroiliac للhip joint للlower limb. Next slide please. إذا خلصنا الاتاتشمنت للبون، نجي هسه الاتاتشمنت فور ذا ترانك موسل. طبعا بروفايد اتاتشمنت فور ذا ترانك موسل، تعرفون انتو حضراتكم الموفمنت تتحقق بشغلتين، سبورت الستركتشر سبورت اللي هو البون، والموفمنت بارت اللي المصل. فلازم اكو اتاتشمنت بين البون وبين المصل، وهاي الاتاتشمنت راح تكون بين الفيكس بارت والموفبل بارت. يعني مثلا عندنا الترابيزيوس راح تكون اتاتش الليجامنتوم نوكي لل الايتيكال لاين بالاوكسيبيت، واتاتش للسكابيلا، فالموفمنت مالتها راح تحرك لنا السكابيلا بروتيشن اراوند ذا فيكس بارت مالت الكولوم. كذلك مثل ما تشوفون اللاتسمر دورسي، اللاتسمر دورسي هي ايضا من الترانسفيرس بروسيس مالت الفيرتبرا، ومن عندنا من الاليك كريست ممكن توصل، ممكن انه تاخذ من اذر بارت من اتاتش للهيومرس، راح تحرك لنا الهيومرس بادكشن وانتر روتيشن اراوند ذا فيكس بارت اوف ذا هاي بدنا اياها مور سبورت. سو ذا اتاتشمنت فور ذا ترانك موسل تو بروفايد ذا ابرايت بوستشر is determined by continuous low-level contraction
of the trunk muscle to support the body weight. احنا العضلات مالت الظهر حتى تحافظنا على الابرايت بوستشر. تعرفون حضراتكم انه اجلكم الله الحيوانات تكون هي القوائم اللي تمشي على اربع، مو مثل الانسان ابرايت بوزيشن. حتى يحافظ على ابرايت بوزيشن يحتاج لنا فد جود سبورت وجود تون، يعني دائما العضله فيها فد نوع من الكونتراكشن. صح لو ليفل كونتراكشن لازم تبقى حتى تحافظ لنا على الابرايت بوزيشن، وهي خاصه الترانك موسل مثل الترابيزيوس لاتس مالدورزي و السيرفيتس انتيريور. So the upright posture is determined by continuous low level contraction of the trunk muscle to support the body weight. The trunk muscle are largely attached to the vertebral column. طبعا لازم نعرف انه الترنك موسل حتى تؤدي وظيفتها should attach to the wide area of the vertebral column. مثل ما تشوفون بالصوره انه الترابيزيوس تاخذ فد أورجن واسع جدا من كل الـ يسموها النكل لاين اللي جمنتم فليفا من الترانسفيرس بروسيس اوف ذا من السكال لحد ال دي 12 فيرتبرا، يعني الثوراسيك 12 فيرتبرا، وكذلك اللاتس دورسي. هذا الاتاتشمنت مالت الترانك موسل بعد ما كملنا الاتاتشمنت مالت البون. نيكست سلايد بليز. هنا راح احكي لكم بالتفاصيل. It acts as a conduit through which an assembly of the nerve fibers from the brain to the rest of the body and from all level of the body to the brain pass. هنا شنو راح يكون؟ ايضا ينقل لنا العصب بطريقه متساويه، يعني ينقل لنا الاعصاب، ممكن ينقل لنا الحزمه العصبيه عن طريق الديستريبيوشن مال الاعصاب، توزيع الاعصاب راح يكون في مستويات معينة. هذا راح أيضا ينطينا فكرة بالإكزامينيشن عن ممكن إذا انضرب العصب في منطقة معينة، مثلا من عندك يصير قد خلينا نقول تيومر L5 أو D خلينا نقول دورزال فيرتبرا مثلا 4 أو سيرفايكال فيرث فيرتبرا، راح يكون المستوى في هاي المنطقة يتأثر. لذلك ما راح يتأثر كل الفيرتبرا كل النيرف، يتأثر في منطقة معينة. لذلك رب العالمين سواناها في الديستريبيوشن ما طلع أن كل الأعصاب من مكان واحد، طلعت من مناطق متفرقة، والمنطقة اللي يطلع من عندها يسمون الانتر فيرتبرال فورامين مثل ما نجيها بعد شوية. هذا النيورونال اسمبلي is called spinal cord. إذن هذا البارت من السنترال نيرفوس سيستم اللي هو يكون طبعا بروتكتد باي ذا سباينال كانال انسايد ذا فيرتبرال كولوم ويسوي distribution الأعصاب هو spinal cord. So the vertebral column protect the spinal cord on its journey. يعني برحلته الطويلة من يطلع من الفورامين الماجنم بالbase of the skull من القاعدة مالت الجمجمة لحد ما يوصل الآخر vertebرا راح يكون protected by vertebral column هاي spinal cord. إضافة إلى distribution of the different level of inter يسموها احنا سميناها السباينال نير. It's allow segmental nerve to leave the cord at specified points along the continuing of the vertebral column to supply their target. مثل ما تفضلت وقلت لكم بالكلام انه راح تكون كل each spinal nerve segment راح تطلع لنا من مكان معين، وبعد ما تشابك مثل انه البريكال بلكسس مثل اللمبو ساكل بلكسس راح تكون لنا الاعصاب المحيطيه. فممكن انه عن طريق هذا التوزيع نقدر نعرف انه العصب من ينضرب وين ما باي مكان. الكسر مثلا ممكن يصير كسر، يعني يجيك مريض مثلا عنده كسر ويجيك عنده مثلا فوت دروب، او خلينا نقول احنا ما دام ماخذين ابرلم اليوم ماخذيها، ممكن اذا جاك مريض عنده خلينا نقول ريست دروب، اذا فقط ريست دروب قلنا ريجن نيرف انجري، لكن اذا ما عنده يعني ريجن نيرف انجري ممكن انجري بالنيك، راح نفكر انه ممكن هذا الانجري راح يكون سي 6 سي 7 يعني ريليتد تو ذا النيرف روت او انه للنيرف سيجمنت اللي موجوده في منطقه السباينال كورد. نيكست سلايد بليز.
هنا حتى يقول لنا شنو الفرق بين الفيرتبرال كولوم بالفيتس عن الكبار، لازم نفحص الامبريولوجي مالته. In the fetus, the vertebral column lie flex in a single curvature throughout its entire extent. يعني يكون بالبداية شكل عبارة عن قوس curve أو C-curve like curvature، ويكون الconcavity باتجاه the body weight. The curvature قلنا faces anteriorly. It's convex anteriorly أو an anterior flexion. كأنما مسوي flexion بي. هذا راح يكون بسبب انه الادابتيشن مالت الفيتس باليوترس بالحياة الرحمية، وهذا يسموه الكيرفيتشر از برايمري كيرفيتشر، لانه هذا اول ما يكون الطفل هيج يكون برايمري كيرفيتشر. البرايمري كيرفيتشر از ريتيند ثرو اوت لايف ان ثوراسيك ساكرال اند كوكسيجيال بارت، يعني الكيرفيتشر راح يبقى موجود، وهذا التقوس قلنا سميناه قبل شويه كايفوسيس راح يبقى بالدورزال او بالثوراسك فيرتيبا، بينما بالنيك حتى الانسان يحافظ على رايت بوزيشن راح تتحول الى عكسيته، عكس الكيرفيتشر، يعني يكون الكيرفيتشر الكونفكسيتي باتجاه الانتيريور والكونكيفيتي باتجاه البوستيريور، وكذلك اللمبر حتى يحافظنا على الابرايت بوزيشن. الكيرفيتشر اذا كان الكونفكس باتجاه البوستيريور سميناه كايفوسيس، واذا باتجاه الانتيرس سميناه لوردوسيس. نيكست سلايد بليز. بعد شغله مهمه جدا لازم تعرفوها، الليفل مال سباينال كورد ان شاء الله بالمستقبل تاخذوه، الليفل مال سباينال كورد ينتهي بالاطفال بالحياه الرحميه بال تقريبا الاس 2 او الفيفث لمبر فيرتيبرا، لكن الانسان كل ما يطول طبعا المشكلة السباينال كورد الجروث مالته أقل، فيكون فد نوع من الديسباريتي، أكو اختلاف بين النمو مالت الفيرتبرال كولوم والسباينال كورد يقصر، لذلك بالكبار يعني الإنسان ينضج أو يعني بالحياة السباينال كورد الليفل مالته يكون يعني نهاية مالته بالال 1 ال 2 يعني فقط بالفيرست وال end of the first lumbar vertebra والsecond وبداية السecond lumbar vertebra، بينما بالأطفال يكون يمتد أسفل. قلنا لأنه سعدنا كنمو يعني كبير بالبون وبالvertebra column ونمو قليل بالspinal cord، لأن نرتشون نمو مالت أقل يكون. أوكي. A view from the side. إذا شوفنا side. It has a more complex presentation. قلنا there are four distinct curvature. حكينا عنها. Its shape, the shape مالته يكون like S shape. من الطبع من الصورة الجانبية راح يكون vertebral column شكله شكل S shape. It has a sinusoidal profile. يعني it has two anterior flexion اللي هي anterior convexity يعني و two posterior flexion اللي هي posterior convexity. قلنا anterior convexity are continuous of the primary curvature of the fetus. Posterior convexity are secondary curvature. بالعكس هي طبعا لأنه anterior convexity معناها convex anteriorly. هذا راح يكون أكثر شيء بالcervical واللمبر. هذا secondary curve. بينما البوستيرير كونفكسيتي اللي هي معناها انتيرير كونكافيتي راح يكون بالدورزا وبالساكرام او بالكوكسكس، هذا راح يكون من يشبه البرايمري كير الموجود بالاطفال عفوا بالفيتوس. نيكست سلايد بليز. نجي هنا ذا فيرتبرال كولوم ان يونغ اند يونغ ادلت. ايش يختلف؟ That during the development from the fetus to young adult, the primary concave curvature is remodeled in part. يعني the column open up to extend. الفكرة من عدها بالبداية يكون curve واحد حتى يتمدد، لازم أنه يقلب الكيرف وبنفس الوقت يصير دينه عن extension. لأنه مثل ما تشوفون هاي الصور هي صور مراحل
التطور لدى الأطفال من عمر خلينا نقول أشهر إلى عفوا أيام إلى أشهر إلى يبدي بالسنوات ياخذ الشكل الطبيعي. So the cervical spine develop the first posterior convexity when the young child begin to lift its head. من يصير عندنا الطفل من يرفع راسه شوي شوي راح يتطور عنده انه ال anterior convexity اللي يسموها lordosis بالاطفال. Okay. Where this convexity become the first secondary curvature. اذن اول تغير راح يصير بالكيرفيتشر من السي شيب بالحياة الرحمية هو من الطفل يقدر يرفع راسه تقريبا يبدأ الطفل يرفع راسه من الـ third أو fourth week من يقدر يرفع راسه أو ممكن الـ third month راح يقدر أنه يغير بالكيرفيتشر مال يصير بها remodeling. هذا الـ first to happen. The lumbar spine also open up during crawling. أيضا من يبدي يسحب الطفل راح يبدي الكيربيتشر مالت اللمبر فيرتبرا ويتطور أكثر during walking. Next slide please. الإنسان من يكبر ليش يصير عنده انحناء؟ هنا the secondary curvature start to disappear. بمعنى أنه يرجع مرة ثانية مثل ما يقال بالقرآن مثل ما يقول رب العزة وجلاله بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يرد إلى أرض العمر. كأنما تكون عملية تناقص أو رجوع إلى الحالة الأولية. هنا the vertebral column returned to its original shape in fetus. A full continuous primary curvature return. هنا ليش يصير هاي الحالة؟ الحالة هاي يصير بسبب الأوستيوبوروسيس هشاشة العظام فيبدي أنه الشكل الفيرتبرا يتغير من الريكتانجولر اللي هي مستطيل إلى تراينجولر لايك لأنه بسبب أنه هشاشة العظام ينضغط العظم وشوية شوية يصير ميلان باتجاه الفيرتبرا. هنا أيضا الكيرف يرجع إلى مسألة البرايمري كيرف. أوكي. Next slide please. So now we start to study gross features of the vertebral column. Vertebral column is built from stacking a series of vertebrae. هاي vertebrae هي تقريبا 33 vertebrae بعضهم يقولون 34 vertebrae on the top of each other واحدة فوق الثانية. Two assemblies are known اللي هي discrete single vertebrae 24 separable vertebrae all capable of individual movement وعندنا 9 vertebrae يكون fused. ليش هاي 9 vertebrae fused؟ لأنه الساكرم يتكون من 5 vertebrae والكوكسيكس من 4 vertebrae give innominate structures كأنما one bone. لذلك تكون fused vertebrae 24 هي 7 بالسيرفايكل و12 الدورزل او الثوراسيك هاي صار 19 وخمسه عندنا باللمبر. اوكي بينما الملتحمات هي الفيوز فيرتبرا هي خمسه تكون لنا الساكرال بون واربعه يكون لنا الكوكسيكس. نيكست سلايد بليز. ناو وات ار ذا فيتشرز او تيبيكال فيتشرز اوف ا فيرتبرا. سو إذا نشوف الـ features نشوف هاي الـ vertebrae نشوف الـ anterior راح يكون الـ body posterior راح تكون الـ process الـ process الـ posterior سميناها spinous process spinous process الـ body يكون anteriorly و above هو هذا الـ vertebral end plate و posterior end plate اللي تكون attached للـ disc اللي يسموه intervertebral disc اللي يتكون من special fibrocartilage هو مو فقط cartilage هو fibrocartilage. اوكي اذن the typical vertebrae consist of a vertebral body anteriorly و vertebral arch or a neural arch posterior. هذا سميناه neural arch. neural arch يبدي بالبديكل وبعدين باللامنة وبعدين باللامنة من نهاية البديكل
يتكون يطلع لنا الترانسفيرس بروسيس اللي يروح لاترالي ويطلع عندنا الفاسيت جوينت السوبيريور فاسيت والانفير فاسيت. الانفير فاسيت انفيرلي من اللامنة والسوبر فاسيت يتحدن يسوون لنا الفاسيت جوينت يسموه انكو فيرتيبرال جوينت، واضافه لللونج بوستيرير سباينوس بروسيس. هذا السباينوس بروسيس اللي هو يعطينا اتاتشمنت للمصل والليجمنت ويمنحنا الاستابيليتي ويقلنا الموفمنت الاكسترا موفمنت بالفيرتيبرال كولم، اضافه يسوي لنا سبورت للابرايت بوزيشن. نيكست سلايد بليز. دكتور البودي مال الفيرتبراي مال الفيرتبراجيت بفايبرس؟ لا الفايبرس تشو بالانيولا فايبروسس بالديسك مو بالبودي، البودي بون. لكن النهايه مالت البون، النهايه مالت البون يسموها فيرتبرال اند بليت، فيها فت كارتلج بسيط حتى يسوي اتاتشمنت ويا الديسك. نجي هسه الفيرتبرال بودي. Next slide, please. Yes. Vertebral body. It is usually the largest part of vertebra. طبعا المهم اللي ينقل الوزن مال الجسم هو vertebral body. لكن support باللامنة والpedicle والtransverse process. It is the main weight bearing part of the vertebra. أيضا it is the main site of contact with the adjacent vertebrae. ايضا يكون انه شوف هو ثاني من الفظ مثلا the main weight bearing part of the vertebra. vertebra يعني واحده، بينما قلت بالعباره الثانيه it is the main site of contact with adjacent vertebrae يعني الفقرات نانو صار جمع، لانه اكو proximal vertebra فوقا واكو distal vertebra اللي جوا. it is lined with hyaline cartilage، هذا اللي قلت لكم عليه يسموه vertebral end plate. And this hyaline cartilage is linked with adjacent vertebral body by way of the intervertebral disc. إذن lined by hyaline cartilage، هاي الطبقة اللي مؤشر عليها في السهم هي طبعا يسموها vertebral end plate، تكون عبارة عن hyaline cartilage هنا أنا موجود، وهاي تكون linked ترتبط بالadjacent vertebral body عن طريق الintervertebral disc. And the size of the body increase from the top to the downward. يعني انتم هسه حاليا من تشوفون اي برج بالعالم اي شيء اي بناء شاهق بالعالم لازم تكون القاعده اكبر من الارتفاع، وبالتالي كل ما تنزل للاسفل تكون انه الفيرتبرال بودي اكبر، كل ما تصعد يكون اقل حتى توزع الوزن على الطرفين بالطريقه الصحيحه وتقلل اللود على الفيرتبرا اللي جواها. Next slide, please. هنا between any successive vertebrae is found accompanying intervertebral disc. هنا نشوف ال intervertebral disc. The vertebral bodies and intervertebral disc are interdigitate subsequently for the most part of the vertebral column. يكون أكو تداخل بيناتهم بين الديسك وبين الفيرتبرا. And this arrangement is repeated from C2 إلى C3 to L5 S1 intervertebral disc. ليش ما قال C1 على C2؟ ليش يبدي الديسك برولا الديسك intervertebral disc C2 إلى C3 ويستمر C3 إلى C4 لحد ما يوصل ال first lumbar vertebra على ال first sacrum؟ لأنه ما قبلها هو ماكو ديسك، لأنه الأطلس هي عبارة عن أنولار حلقية، وأكو الأكسس المحور الثاني يكون بيفد طبقة يسموها دنس أو بروسس يتمصل وياها، ما there is no disc بين ال C1 C2. وبنفس الوقت after L5 راح تكون الساكرم فيوز عبارة عن بون ما دي ديسك. أوكي next slide please. نجي هسه للفيرتبرال نيورال ارش، تكلمنا عن الانتيرير بارت اللي حصرناها بالفيرتبرال بودي. الفيرتبرال نيورال ارش هي فد سبيشال بروسيس داي فورم ذات فورم ذا تيوب. هذا التيوب باي سكسس فيرتبرا راح يكون عباره يكون عن سباينال كانال. هنا وي هاف ثري بروسيس ايمرج فروم ذا فيرتبرال ارش. عندنا السباينوس بروسيس،
نعم سبينال سوبرسس ده تأشرنا على رسم أفضل جوا جوا سبينال سوبرسس جوا لا جوا بعد yes this is the spinal sobrosis usually it's lie in the midline of vertebrae وتكون directed posteriorly is give attachment for interspinous ligament give attachment for the trunk muscle وgive attachment to the أكو أيضا ligamentum flavum this is very important وأكو ligamentum nuchal همات تعطينا support وتمنع الover flexion or extension الترانزفيرسال بروسيس نجس الترانزفيرسال بروسيس اللي يكون بالكورونال ديسكشن هي السايد واي بروسيس تكون فاوند لاترالي وان اون ايتش سايد اوف ذا ميد لاين يعني كل فيرتبرا ات هاز تو ترانزفيرسال بروسيس وان اون ايتش سايد اند ات جيف اولسو اتاتشمنت فور مسل و اتاتشمنت اف ا ليجامنت اللي هو ترانسفيرس ليجامنت ويا الترانسفيرس بروسيس الاباف اند داون لذلك تقللنا ال يسموه اللاترال فليكشن والبندنج تقللنا ايضا الاكسيال روتيشن اضافه انه تمنحنا ستابيليتي ديورينج ويت بيرينج وديورينج موفمنت وديورينج بندنج نيكست سلايد بليز هنا نجي هسه الالابوريشنز اوف ذا فيرتبرال اور نيورال ارتش سوبيريال فيو بنشوف من فوق هنا راح نشوف البديكل البديكل هو از ذا بارت اوف ذا نيورال ارتش بتوين ذا بودي اند ذا ترانسفيرس بروسيس مثل ما تشوفون بين ترانسفيرس بروسيس وبين البودي هو الكونكشن هذا يسموه البديكل البديكل يعتبر فد عظم قوي بينما بين الترانسفيرس بروسيس وبين السبينس بروسيس هو اللامينا is the part of the neural arch between the transversal process and the spinous process. وباللامنة موجود فد بروز اللي نسميه الفاسيت superior articular facet و inferior particular facet طبعا superior بال superior part مال اللامنة و inferior باللي تحتها وكل superior يتحد ويا inferior facet يكون لنا what we call الفاسيت joint أو يسموه الأنكو vertebral joint. Next slide, please. نجي هسه الـ articular process. At the junction of the lamina and pedicle are found articular facets. One above and one below. يعني كل vertebra بيها four articular facets. اثنين superior articular facet واثنين inferior articular facet. So one above and one below each side, they are found on both sides. لذلك كل vertebrae they have total number four articular facet. They are cartilage lined بمعنى أنه مغطاة بطبقة من الغضروف. راح تكون أيضا synovial joint قلنا اللي هو anco-vertebral joint أو يسموه facet joint. This allows for synovial joint to be formed between the neural arch of the adjacent vertebra. وبالموفمنت أيضا هذا يقيد الموفمنت ويمنع الترانزليشن يعني حركة واحدة من vertebra على الثانية يمنعها فيحدد لنا الحركة بنفس الوقت يضبط لنا إيقاع الحركة. لذلك يختلف الأورينتيشن زاوية الميلان بين الدورزال وبين الدورزال vertebra وبين lumbar vertebra. صورة بعد بليس. So joint formed between adjacent neural arch they are synovial variety. طبعا ال joint بين ال vertebral body وال intervertebral disc يعتبر secondary cartilaginous joint. دير بالكم مو synovial secondary cartilaginous. قلنا احنا ال joint three type fibrous cartilaginous و synovial. بينما ال facet joint اللي هو بين ال inferior articular facet superior articular facet اللي تكون موجوده بين اللامنه بين ال pedicle هذا يكون synovial joint. So they are synovial variety will prevent anterior displacement of the vertebra يمنع حركه الvertebra anterior posterior and can bear weight when upright. بال ايضا
شيرينج وات بير. خلي بالكم اذا صار فد ديسلوكيشن بالجوينت او صار ديستربشن بالفاسد جوينت، شو يصير؟ راح فقره تتحرك على الفقره، فاذا تحركت للامام العمود الفقري يتحرك كل الامام، يسموه سبوندلوليستيسيس. ان شاء الله تاخذوها بالمرحله الرابعه. نيكست سلايد بليز. نجي هسه نشوف النيورال ارتش فروم ذا لاترال فيو. ليش من اللاترال فيو؟ لان هنا راح نتكلم عن البديكول ونتكلم عن الانتر فيرتبرال فورامين، المكان اللي يخرج من عنده الانديفيدوال سباينال نير. يعني كل فيرتبره يخرج من عندها، بين فيرتبره وفيرتبره يخرج من عندها انتر فيرتبرال فورامين، يخرج سباينال نير من هالمنطقه. سو ايتش بديكول اللي هن طبعا we have two pedicles in each vertebra has two notch. High this notch reduce its height. They are called vertebral notch. مثل ما تشوفون 13 بالبديكول تكون لنا النوتش، ويا الفرتبرا من فوقها ايضا طعجه راح تكون لنا فد فراغ. هذا الفراغ عافية احسن، هذا الفراغ هو الانتر فيرتبرال فورامين اللي هو تطلع من عنده السباينال نير، من السباينال كور. So one notch above superior, one notch below inferior. Superior and inferior vertebral notch on each side of adjacent vertebra form intervertebral foramen. And segmental nerve pass from the cord to the periphery through intervertebral foramen. هنا يطلع النيرف. هنا اكو ايضا بالانترفيرتبرال يسموها دورزر روت جانجليا. الدورزر روت جانجليا شنو؟ من يطلع النير طبعا يطلع ابتو برانش يسموها انتير ريماي وبوستير ريماي. الانتير ريماي وبوستير ريماي يتحدن، وخاصه البوستير ريماي سيبيا بلجنج يسموها دورزر روت جانجليا، المسؤوله عن السنسوري موداليتي. هاي تكون موجودة بالانترفيرتبرال فورامين. أشوف أكو في التفخن بالنير في هالمنطقة، هو هذا الدورزر روت جانجليا قبل ما يصير سباينال نير، يتحدن يسوي لنا سباينال نير بين الانتير ريماي والبوستيرير ريماي. هسه نجي إن شاء الله. نيكست سلايد بليز. نجي هسه للانترفيرتبرال ديسك. طبعا انترفيرتبرال ديسك هو فد فيزيكو الاستيك سبستانس، يعني بيها هي الموفمنت راح تكون بالفيرتبرا نتيجه الفلكسيبيليتي والالاستيسيتي مال الديسك، وهذا ويا العمر يضعف، ويكون عباره عن فايبرو كارتليج. بالاطفال تكون 90% من المي، والبي بروتوغلايكان بي هايلاين كارتليج بي فايبرس كولاجين فايبر الاستيك فايبر، ويكون طبقتين، طبقه الخارجية الانيولوس فايبروسس والطبقة الداخلية النيوكليوس بالبوسس، ويكون شكله ياخذ شكل الفيرتبرال بدي. ساعة يشو يكون اوفال، ساعة يكون هارت شيب اكوردينج تو ذا فيرتبرا. زين، ديسك اوف تيشو سيبريتنج سكسيسيف فيرتبري بتوين فروم قلنا سي 2 الى سي 3 والال 5 الى اس 1 تكلمنا عليها قبل قليل. ات فورمز ذا جوينت بتوين the vertebral body. هو عبارة عن joints بين vertebral body. These joints are secondary cartilaginous joints. تكلمنا عليها قبل قليل، قلنا secondary cartilaginous joint and hence known as symphysis. مثل ما أخذته بالsymphysis pubis، أيضا symphysis pubis بين ال pubic bone اللي يكون anteriorly بالpelvis مال pelvic ring، أيضا يكون secondary cartilaginous، أيضا هذا يكون cartilaginous. Its presence is responsible for the flexibility of the vertebral column. إذن منحنا يا رب العالمين كي gift for more flexibility of the trunk during movement. بعد act as a shock absorber. إذن shock wave absorber and dampening impact shock to the skull. أيضا يقلل انتقال الأمواج الأمواج الصدمات أو الارتدادات باتجاه السكال، وبالتالي يقلل الصدمات على الدماغ. الاختصار مالته IV، وإذا كان
جمع IVS. الإذن انتر فيرتبرال ديسك are not of uniform size. لعد ليش؟ مثل ما قلت لكم قبل خليل, it is the same as the vertebra. ياخذ شكل الفيرتبرا مثل ما تشوفون, بعض الفيرتبرا يكون اوفال وبعضها يكون هارت لايك. شنو البودي؟ هو ياخذ الشكل مالته. And an increase in size from superior to inferior. من نفس الفكرة مال أنه لماذا ازداد المساحة السطحية للفيرتبرا from C2 إلى L5, أيضا الارتفاع وزيادة بالمساحة السطحية تكون موجودة بالديسك. كل ما يزيد الديسك كل ما أنه مسؤوليته بالsharing weight الشوك ويف ابزوربنت تزداد فيزداد حجمه. ويوجوالي they are wedge in shape, يكون thickest anteriorly وthinnest posteriorly. حتى حقيقة هاي مو كل الديسكات, هاي إذا كان نحتاج باللمبر حتى نحتاج كيرف anteriorly من رب العالمين والvertebral rectangular حتى ما يصير ستريت, راح يكون الانحناء موجود أيضا بالديسك. فالديسك يكون anterior أكبر بوستير الثيكنس أقل فينطيك شكل الكير باللمبر. هاي أكثر شيء باللمبر. ولذلك الويد شيب of the intervertebral disc account for the primary curvature of the spine. لذلك يعتبر الكيرفتشر باللمبر سكندري. حقيقة هو مو سكندري لكن أنه هنا معتبره primary curvature of the spine, بس هو نوع من الادابتيشن راح يصير. Next slide please. دكتور مسؤول عن شو اسمه العمود الفقري مثل شكل S, هو شو اسمه الانترفيرتبرال ديسك؟ لا هي الS هو مالتي فاكتوريال اكثر من سبب. واحدة من عند الديفلوبمنتال قلنا الS شيب يكون يعني انه التغيرات اللي راح تصير اثناء الديفلوبمنت اثناء حركة الطفل بالنمو, من يبدي أول ما يصير يرفع رأسه بعدين يبدي يزحف بعدين يوقف. واحدة من عندها أنه الموفمنت, واحدة من عندها أنه شكل الديسك. يس واحدة من عندها هي. أوكي والله دكتور. نجي هسه الانترفيرتبرال ديسك taken together account for about 19 centimeter of the vertebral column. يعني احنا من قلنا الطول مالت الفيرتبرال كولوم 75 وعدك لو تجمع الديسكات كلها يطلع 19 سنتيم. So it accounts for 25% of the length of vertebral column. لذلك هو يكون ربع الطول مالت العمود الفقري. اوكي يعني 75% هو عبارة عن البادي اوف vertebrae و 25% هو عبارة عن الثيكنس مالت الديسك برولار الديسك الانترفيرتبرال ديسك. It is a high water content that keep its turgid and form its bulk. أيضا الإنسان مرات سمعون مثلا يجوز لو تسأل هسه أي واحد الجدة مالته جدك يسأل تقول له ياهل تحس نفسك هسه أطول لو قبل أطول, يقول لك لا هسه قاعد أحس أنه أنا أقصر خاصة بالحجيات. جدياتنا الله يعطيهم العافية اللي باقيات والله يرحم اللي ماتن. ف يعني هذا الانحراف أو هذا النقص ليش يصير القصر؟ لأنه الإنسان أول ما تجيب أمه يكون الكونتنت مالت الديسك عبارة عن 90% ووتر والبقية هاي البروتيوغلايكان الكولاجين اللي قلت لكم بها قبل شوية الكارتليج, لكن with time they lose the water. لذلك هسه من أسلو كان انه نسوي تمرين انتم راح تكونون اكثر مرونه من عندي. ليش؟ لانه انا بدات الديسكات مالتي تفقد الووتر يصير بهم ديهايدريشن تفقد الالاستيسيتي مالتي. So for this shrinkage may account for reduction in the height with age. اوكي هاي النظريه قلنا مقبوله accept with caution يعني مع الحذر, يعني مو سهل واحد يقول له تصرف قصير, لكن هذا واقع حال الانسان كل ما يكبر كل ما انه يقل الووتر بالديسك فيصير بشرينكج يضمحل الديسك
وبالتالي يصير عندنا نوع من القصر. إضافة طبعا الاضمحلال راح يصير بالأوستيوبوروسيس بالفيرتبرال بودي. يس نيكست سلايد جي. العفو دكتور. نعم دكتور يعني الديسكات بس العمر يأثر عليه أن نقصان الماء بيها لو أكو أسباب ثانية لها؟ لا أسباب أخرى. نعم الأسباب الأخرى طبعا العمل، التعب، الوراثة، هواي أسباب أخرى. بعض الأمراض أنا في شغلات أنتم ما مطالبين بها، الجلايكوجين ستورج ديزيز، الأوستيوبوروسيس، الميتابوليك ديزيز، هواي المالتيبل مايلوما. بنفس الوقت بعض الرياضات إذا تشوفون دائما يرفع أثقال يصير قصير القامة، يعني إضافة أنه أساس أنهم يختاروا قصير قامة حتى بسهولة رفع الثقل، وبنفس الوقت with time with training راح يصير عنده depression بالويت مالت الديسك. أوكي هاي الأسباب. الانترفيرتبرال ديسك consists of two regions، قلنا central يسموها النيوكليوس بالبوسس، هي الجل لايك شلون كأنما الجيمر، بس الجيمر مو طبعا الحليب وإنما المحتوى مالت الجل لايك. والبرفرال بارت هو فد أخشية اللي فيها يسموها برفرال ريجن يسموها أنيلوس فايبروسس. فالبنفسجية ها قاعد أشوفها بهاي الصورة هو الأنيولوس فايبروسس، والبالداخل اللي هو لون الفيروزي أو الأزرق هو هذا لون النيوكليوس بالبوسس. نيكس سلايد كيس. نجي هسه الأنيولوس فايبروسس يكون highly complex design made from a series of one of annular band with varying orientation. هنا ال orientation مالتل حتى تتحمل وزن الجسم ما راح يكون بجهة واحدة، يكون مختلفات حتى واحدة عكس الثانية واحدة عكس الثانية. وال outer band are collagenous تكون من مادة الكولاجين، وال inner band من الفايبرو كارتليج. كل ما تتجه بالداخل يكون طبقة قوية جدا فايبرو كارتليج. هنا الخارجية نحتاجها أنه ترتبط بالأذر تشو لذلك تكون كولاجينوس وتكون very resilient أيضا أنه بها نوع من القوة ونوع من المرونة و stronger than the vertebral body. صوروا إلى هذا الحد ممكن توصل stronger than the vertebral body. It is surround the nucleus bulbosus و it is a real shock absorber وتعتبر ايضا شوك ويف ازوبن. مثل ما تشوفون هنا الاورينتيشن طبعا يسموها لايك جريد ايرون، شلون مشبك مالت اللي يمنع دخول الحشرات للبيوت، يعني طبقه 45 درجه والثانيه تجي عكسها يسموها جريد ايرون. شلون هاي الطبقه مال شبك شوفوها. فالاورينتيشن يختلف اتجاه الكولاجين فايبرز، واحده تكون 45 درجة واحدة تكون عكسها بالضبط لكن متعامدة عليها. هنا تكون هذا أقوى نسيج ممكن يتحمل الوزن، وتبقى الفكرة مالتها أنه الفونكشن مالت الأنيولوس فايبروسس. إذا سألوكم آخر فقرتين هي surrounding the nucleus bulbosus وprevent طبعا حتى prevent herniation of nucleus bulbosus و it is shock absorber. next slide please. نجي هسه نيوكليوس بالبوسس. It is a jelly-like has high osmotic pressure. ليش osmotic pressure؟ حتى يسحب المي، حتى إذا سحب المي أثناء سحاب المي راح أنه يضيف النوع من المرونة، حتى من واحد مثلا يصير رفع ثقل راح المي يطلع لكن ما يأثر على يمن هذا خروج الماء راح شوي شوي يكون شوك ويف absorbent. So it act as a water reservoir for this. Change in size through day depending on water distribution within disk. يعني من انت نايم انت ما تحتاج ال فد كومبرشن على الديسك، ولذلك راح المي يتجمع بالديسك راح شنو يكون انه لارجر من انت لاينج داون، لازم بس من توقف راح شنو المي يطلع من عنده فيكون اقل. واكثر ما يكون ستريس على الديسك بالبندنج بالانحناء راح يفقد اغلب الووتر. يعني تصور انت من نايم يتحمل
وزن السنتيمتر المربع واحد من النيوكليوس والفوسس 10 نيوتن للسنتيمتر المربع. من انت واقف يوصل 30، من السو بيندينج يوصل 300 نيوتن للسنتيمتر المربع. اي سو وايضا يختلف باللوكيشن بانتر، يعني بالاطفال يكون بالضبط بالسنتر مالت الديسك، يعني نيوكليوس والفوسس يعني بالضبط سنترال يكون اذا كان طفل، لكن بالادلت والتايم يروح بوستيريور، يكون الانيلوس فايبروسس اكثر متفخن انتيريرلي والنيوكليوس والفوسس رايح بوستيريور. هنا sometimes there is herniation through the annulus fibrosis. إذا صار degeneration وتقطعت الفايبر اللي قبل شوي قلناها راح يطلع المادة شلون عملية الانزلاق لذلك يسموه disc prolapse. هو هنا كاتب split disc، هو حقيقة نسميه disc prolapse. من تطلع هاي المادة مع النيوكليوس بالفوسس خارج الانيلوس فايبروسس، وخاصة إذا راحت posteriorly باتجاه النيورال ارتش ممكن تضغط لنا على نيرف على سباينال كورد تسوي لنا what we call a disc prolapse. نجي السؤال اللي بعده الهيرنياتد انترفيرتبرال ديسك. مثل ما تشوفون هاي الصوره اللطيفه، طبعا السباينال كورد موجود واللون الرصاصي هي الانيوس فايبروسس واللون البنفسجي هو النيوكليوس فايبروسس. سمتايم ممكن انه يصير تير يصير ويخرج طبعا مو تير جيرباتكم تير تير جو. التير هو يصير تمزق او قطع او ضرر بالانيوس فايبروسس والنيوكليوس فايبروسس راح تصير هيرنيشن برولاب وتروح اتجاه النيرف تسوي لنا ديسك برولاب. هاي يسموها هرنياتد انترفيرتبرال ديسك اكوموسكلي بوستيرولاتر. دام تصير بوستيرولاتري راح تحط لنا على النيرف في منطقة يسموها اللاترالسيس، يعني المنطقة الجانبية مو السنتر ومنطقة الانترفيرتبرال فورم. لكن مرات تضغط على النيرف، فإذا ضغطت على النيرف راح تسوي لنا بايلاترال سياتيك. This results in compression of the spinal nerve segment. مثل ما قلنا. Next slide please. نعم. العظم عليكم أنكم أكو فرخشة بالصوت مالكم. ها أي؟ وفرخشة بالصوت مالكم دكتور. خليت بالصوت نعم. هل تسمعون زين؟ هل سبب دكتور زين؟ The vertebral column, the whole assembly of vertebrae and intervertebral disc are strapped together by two major ligaments. شنو هاي major ligament؟ Anteriorly سميناها anterior longitudinal ligament و posteriorly posterior longitudinal ligament. The ligament run along the longitudinal axis of the vertebral column. يعني من الطول إلى الطول. Longitudinal axis. Once occur anteriorly to the vertebral column, سميناها anterior longitudinal ligament. And one run posteriorly, and the other occur posteriorly من the vertebral column. طبعاً مو بالvertebral column, posterior للposterior body. سميناها posterior longitudinal ligament. The posterior anterior longitudinal ligament of the vertebral column is much stronger than the posterior longitudinal ligament. ليش؟ لأنه الانتيريور اللي ما عنده شيء مصل يحميها، بينما البوستيريور اللي عندك المصل والنيورال ارتش والليجمنت بيناتهم، فنحتاج أنه مرونة أكثر. لذلك البوستيريور longitudinal ligament more resilient, more flexible than anterior longitudinal ligament, اللي يكون stronger than posterior. أيضا there are other additional ligaments that support the integrity of the vertebral column, but these will be considered in detail in phase 2. بنتاخذوها إن شاء الله بالنيوروسيرجري بالفيس 2، بس تتعرفوهن حتى تكون ممكن تشوفون بهاي الصورة اكو يسموهن
ليجامنت تون فليفوم، اكو انتر سباينوس ليجامنت بين السباينوس اوبروسس اند سو اون. لكن اهم ليجامنت عندنا الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت السترونجر والبوستيريور لونجيتودينال ليجامنت. اوكي هذا نيكست سلايد بليز. يعني قاعد تشوفون الليجامنت هي تكون لونجيتودينال تمتد من الابر فيرتبرا من سي 1 الى سي 5 ومرات تمتد حتى بالساكرام وحتى بالكوكسكس. تكون very strong sheath of fibrous tissue that prevent more movement where strongly fixed vertebra and intervertebral disc. Next slide please. نجي هسه الديسكريت اوف ذا فيرتبري اوف ذا كولوم، راح يشرح لنا اياهن طبقه طبقه او ريجن ريجن. Vertebral column divisible into three region. هنا راح نتكلم عن الريجن اللي هي الفيرتبرا فيها تكون متحركة، يعني ما راح نتكلم عن الساكرم كبون، لأن الساكرم يعتبر بون، راح نتكلم عليها كبون. Each region characterized by common morphological features. طبعا كل منطقة لها features خاصة. نجي السيرفايكال فيرتبرا و they have seven cervical vertebrae 7 pieces والدورزال او ثوراسيك vertebrae دورزال cervical vertebrae اللي هي 12 ثوراسيك vertebrae وعندنا اللمبر هي من الفيرست للفيفث لمبر vertebrae. اوكي الفيوز vertebrae column هناك حكينا على الديسكريت اللي هن يعني معزولات كل فقره individualized. هنا الفيوز vertebrae of the column قلنا 9 vertebrae present as two fused structure او two fused bone. الساكرم اللي هو يتكون من 5 fused vertebrae والكوكسكس اللي هو يكون variable يختلف من شخص الى شخص ويكون من 3 الى 5 vertebrae. طبعا الساكرم on the top يكون more proximal higher والكوكسيكس قلنا rudimentary of tail in animal اللي يكون أسفل بالبوتوم. هسه راح ناخذ كل فيرتبرا على حدة. نجي distinguishing feature of cervical vertebra. هنا شوية بالcervical مهمة جدا لأن عندنا ال C1 وال C2 بها شكل يختلف تماما عن باقي الفيرتبرا. يعني من ترسم فد فقره نموذجيه ممكن باقي الفقرات من C3 الى L5 the same structure. يعني vertebral body vertebral body وعندك intervertebral disc وعندك lamina وعندك pedicle وtransverse process. لكن ال C1 اللي هي الاطلس والC2 هي الاكسس هذا اني يختلفن، لذلك راح ينطيهن مواصفات واحده واحده. نجي اول واحده ال distinguishing features of the cervical vertebra in general they are smallest of the discrete vertebra. تعتبر هي ال smallest ال cervical قلنا لانه بالتوب وايضا they form the skeleton of the neck. In general this the seven vertebra they form skeleton of of the neck. They have distinguishing feature. أكو features خاصة بيها. أولا من هاي feature البايفيد سباينوس بروسس. شوف أنه السباينوس بروسس النتوء الشوكي الخلفي يكون منشطر إلى شطرين فيسموه بايفيد سباينوس بروسس. بعد الأوفل ترانسفيرس فورمين in the transverse process. أكو فت أوفل ترانسفيرس بروسس بالانتر vertebral فورامين. هذا يسموه فورامين ترانسفيرساليوم. الفورامين ترانسفيرساليوم معناه الثقب الموجود بالترانسفيرس بروسيس. هذا يحتوي لنا على اليمن على الفيرتبرال ارتري. الفيرتبرال ارتري باس ثرو ذس فورامين لكن اكسبت فور سي 7. السي 7 فورامين باس ذا سمولر اكسسوري فيرتبرال veins. إذن الvertebral artery الvertebral artery حتى يحمي رب العالمين اللي يكون هو branch من subclavian
يختلف عن الانترنال كاروس الانترنال او الملك الكومن كاروتيد اللي الكومن كاروتيد يعطينا يسموه الانترنال كاروتيد اللي يدخل للدماغ والاكسترنال كاروتيد اللي يزود لنا الوجه. هنا الدماغ حتى يكون في اكثر من بلاد سبلاي اكثر من سورس حتى الانسان ذاك عرض الى ضربه ممكن انه الانستموسيس الباقي اللي يسموه سيركل اوف ويليس ان شاء الله بالمستقبل تاخذوها. هنا الفيرتبرال ارتي يمشي بالفورامين ترانسفيرساريوم اللي موجوده بالترانسفيرس بروسس لكن ما عدا السي 7 ما يدخل بيها دايركتلي يدخل بصفحه بيها فقط فد يسموه اكسسوري فيرتبرال فينز. هنا ايضا اللارج فيرتبرال فورامين يعني شنو اللارج فيرتبرال فورامين يعني السباينال كانال السباينال كانال تكون لارجر بحيث انه تحتوينا ثلثها ممكن يحتوي على السباينال كورد وثلثين فارغات فمن يصير فراكتشر او كسر ما يصير كومبرشن مثل الدورزل احنا خوفنا الدورزل ليش الدورزل ثلثين الفيرتبرال فورامين مملوء بالسباينال كورد وثلث فارغ بينما هنا بالسباينال سيرفايكال يكون الجزء الصغير بيه مملوء اللي هو 1/3 بالسباينال كورد يعني بيه مساحة حتى لو صار عندك ديسك برولابس حتى لو صار عندك فد فراكتشر ممكن انه بيه فد مرونة اكثر يعني ممكن انه يتحمل اكثر من مكان. اوكي نجي هسه الثوراسيك فيتشرز. طبعا ايضا اكو هنا ما ذاكرها شغلتين مهمه جدا بالسيرفايكل قلنا الفقره الاولى تكون فقره حلقيه انيولار لايك ستراكشر اللي هي الاطلس والفقره الثانيه بيها فد نتوء بروز يسموه الدنس اوف اكسس هذا الدنس او الاودنتوريت بروسس هذا ممكن هو اللي يكون عباره عن انه يعتبر انه اساسا هو الفيرتبرال بودي لكن انه صار بيه فد سبيشال ديفرنشيشن تحول الى فد بروز تابع للفقره الثانيه اللي هي الاكسس بسبب هذا التغير الوظيفي راح يصير عندنا انه الدوران الراس للجوانب بزاويه 90 درجه. نجي هسه الديستينجوشينج فيتشر اوف ثوراسيك فيرتبرا. هنا تكون انترميديت ان سايز الحجم مالتها اكبر من السيرفايكال فيرتبرا بس بنفس الوقت اصغر من اللمبر فيرتبرا وانكريز ان سايز فروم اباف داون وورد. مثل ما قلنا لكم اي بناء عمودي يحتاج تكون القاعده طبعا اكبر مساحه من الارتفاع العالي. Distinguishing features الفاسد on the side of the body هنا الفاسد يكون على side الديمي فاسد for articulating with the head of rib هنا بال transverse process اكو فد فاسد لل طبعا للهيد الهيد مالت الريبس الفاسد on the transverse process except T11 T12 لأنه هاي لنا الكوستال فاسيت for articulation with the tubercle of the ribs. عندنا هنا two facets. فاسيت يتجلب بيها الهيد مال ribs وعندنا الكوستال فاسيت اللي على الترانسفيرس بروسس يتجلب بيها التيوبركل of ribs. هذا تكون مكان مال attachment مال ribs مثل ما تعرفون حضراتكم أنه الدورزال vertebra attached to the ribs and this will form the thoracic cage. الvertebral foramen يكون small and circular مثل ما تشوفون هنا الvertebral foramen يكون small لذلك احنا نخاف اذا صار injury او pathology او fracture بالthoracic region ليش؟ لانه المنطقة كلش ضيقة وممكن انه يسبب لنا compression على spinal cord وبالتالي يؤدي لنا الى paralysis lower limb. Next slide please. نجي هسه distinguishing features of the lumbar vertebra تعتبر the largest of the discrete vertebrae. طبعا انه الـ تعتبر تتحمل الوزن مالت البودي ويت كله قبل ما يتحول الوزن للبلبس تكون انه الفيرتبره لمبر فيرتبره خاصه الفيث لمبر فيرتبره اخر فيرتبره تكون the largest of the
vertebral body بالنسبة للdiscrete vertebra. ما احنا ما نحكي على الساكرم والكوكسكس، فقط على الفقرات الindividual. هنا lack of foramen on the transverse process. ما بها foramen بالtransverse process مثل ما شفنا بالcervical vertebra. و lack of costal facet on the side of the body. والside مالت البودي مالت الvertebra ما بي الفاسيت اللي يتمصل ويا الهيد اوف ريبس. والشكل الفورامين هنا يكون تراينجولر وسمول، صح هو سمول لكن يكون لارجر دان ذا ثوراسيك فيرتبرا، لكن الفيرتبرا يكون يسموه تراينجولر او يسموه تري فويل لايك. نجي هسه الاندفجوالايزد فيرتبرا، هنا الرسم مالتهم مثل ما تشوفون على اليسار اول وحده اللي هي الاطلس، بعدها الاكسس، بعدها الثيرد سيرفايكال، بعد تحتها الفورث، الفيفث، السيكس اند السيفن. تشوفون بها الانتر فيرتبرا، عفوا الفورامين ترانسفيرسام اللي يعبر الفيرتبرا الارتري. نجل بالمنتصف الفقرات اللي هن الثوراتيك فيرتبرا، هنا يكون الفيرتبرا الفورامين سيركولر، الفيرتبرا تكون انترميديت، تكون انه اكو فد بروباجيشن، كل ما تنزل للتحت كل ما يكون الفيرتبرا البودي اكبر، اكو عندنا فد سبيشال فاسيت بالفيرتبرا البودي وبالترانزفيرس للكوستال تيوبركول وللهيد اوف ريبس لان يتوصل ويا الريبس، وتكون انه الكنال سيركولر وان سمول. الفيرتبرا الاخيره اللي هي على الجهه اليمين هي اللمبر 1 2 3 4 5، هنا يكون الترانسفيرس بروسس ما بي الفورامين ترانسفيرس اريوم، وايضا الفيرتبرال بودي ما بي التيوبركول اللي تتحد ويا او الكوستر ريسيت اللي تتحد ويا الريبس، وايضا الشيب مالت الكنال يكون تراينجولار ان شيب. نجي الفقره اللي بعد، شباب وياي؟ نعم دكتور. نعم السلايد اللي بعده. نعم دكتور. اوكي
شباب انا سويت شير. اوكي سمعوني؟ نعم دكتور سمعك. يس نجي هسه الاطلس والاكسس. قلنا السي 1 فيرتبرا الفيرست سيرفايكال فيرتبرا هي الاطلس، والسكند سيرفايكال فيرتبرا الاكسس. الاطلس مثل ما تشوفوا حلقيه، والاكسس بها البروز العظمي اللي يسموه اودنتويد او دنس. سو ذا فيرست سيرفايكال فيرتبرا اور سي 1 از كولد اطلس، ذا سكند سيرفايكال فيرتبرا or C2 is called axis. نعتذر عن هذا الانقطاع دكتور. نعم هسه نرجع. السؤال هيكون الشيخ. اي اوكي اوكي. They are both atypical vertebrae and this atypicality الموجودة due to structural morphology and to functional. قلنا هو هذا اللي تكون different vertebra. Next slide please. الأطلس. الأطلس articulate as follow. ممكن next slide. Yes. They articulate above with the skull عن طريق الأتلانتو-أوكسيبيتال joint and they articulate with axis below عن طريق الأتلانتو-أكسيال joint. مواصفات الأطلس: lack of the body, lack of body, lack of spinous process حقيقة موجودة بس rudimentary و widest cervical vertebra لانه تكون عباره عن قاعده للارتكليشن والسكال حتى تحمل وزن الجمجمه، حتى انه تكون في قاعده عريضه لرفع الجمجمه تكون widest cervical vertebra. Its body is fused with that of the axis to form the dense or odontoid process. مثل ما قلت لكم الدنس او odontoid process هو عباره عن البودي مالتل السي 1 لكن انه التحم لاعجاز الرباني مع السي 2 حتى يكون لنا الاودنتويد بروسيس اللي هو مهم جدا باللاترال روتيشن اوف ذا سيرفايكال فيرتيبرا. Each neural arch is thick and strong to form a powerful lateral mass. ايضا هنا عندك المنطقه الجانبيه من النيورال ارش تكون كلش ثيك يسموها اللاترال ماس، اكو عظام جانبيه سميناها اللاترال ماس. نجي الاكسس. Next slide please. The axis is the strongest cervical vertebra and characterized by three main features. First وجود الدنس او الاودنتويد بروسيس اللي هو بروجكشن اب تو ارتكليت وذ ذا اطلس بها روج لاترال ماس، تكون اللاترال ماس اقل من اللاترال ماس اوف ذا سي 2 اند لارج سباينوس بروسيس. السباينوس بروسيس تكون لارج وبايفيد مثل ما قلنا، والدنس بريفنت horizontal displacement of atlas لانه حمل الجمجمه قد يؤدينا الى انه اي انجري بي اكسلريشن ديسلريشن، يعني تصعد السياره وتندعم فراح يروح راسك للامام ولا الخلف، ممكن يؤدينا الى displacement. حتى يمنع هاي الهوريزونتال displacement كان الاختراع الرباني العظيم الاعجاز الرباني وجود الدنس. And usually they have fracture and dislocated and hanging to give hangman fracture. من مريض عفوا من شخص يعدموه بالاعدام راح يكون انه نتيجه الوفاه هو يكون الديسلوكيشن والفراكشر في منطقه الC2
هنا راح يدينا الى قطع بالحبل الشوكي او كومبرشن ويؤدينا الى انه توقف التنفس، لانه الفرينيك نير هو اللي يزود لنا الحجاب الحاجز والانتر كوستال مصل راح يتوقف. هذا الهانجمان فراكتشر اذا صار كسر هنا يسموه هانجمان، الكسر يصير بالهانجينج عمليات الشنق. نجي هسه انجريز اوف ذا نيكست سلايد، انجريز اوف ذا فيرتيبرال كولوم وناتشرال بروبلم اوف ذا انتر فيرتيبرال ديسك. هنا السيرفايكال سباين نيكست سلايد بليز. يس سيرفايكال سباين از سسبتبل تو ويبلاش انجريز بالرود ترافيك اكسيدنت. الويبلاش انجري شو يصير؟ من يصير مثلا انت سيارتك تمشي بسرعه 80 وضربت بريك، او انصدمت بسياره ثانيه يسموها كار كوليشن انتيرو بوستير كوليشن، راح يعني انت توقف السياره بس يبقى جسمك يتحرك للامام للخلف. هاي الحركه تكون اكثر شيء بالراس، تؤدي الى فليكشن شديد واكستنشن شديد. هذا يؤدي لنا الى تقطع بالاربطه اللي بالفليكشن والاكستنشن، ممكن يؤدي لنا الى فد موسل تير ليجمنت، خاصة anterior longitudinal ligament البوستيرير وهكذا. السبورت انجري ممكن بالركبي سكرام، هاي الاصطدامات اللي تكون بالركبي والركبي هاي تاكلز والامريكان فوتبول اللي هو يسموه بلوكينج هيتس، هاي القفلات الامريكية شلون انه ما يخلي حتى يوصل للهدف فيدفع، ممكن انه تؤدينا الى السيرفايكال انجري. اللمبر سباين سسبتبل تو هيرنيشن وخاصه الفور الفايف او الفايف اس 1 ديسك برولابس. هاي اهم الانجريز الموجوده عندنا. اذا وبلاش انجري يكون بالسيرفايكال، سبورت انجري بالركبي وبالامريكان فوتبول، وعندنا اللمبر سباين يكون بها ديسك برولابس اللي هي خاصه بين الفور الفايف والفايف اس 1. بعد شو عندنا؟ نيكست سلايد بليز. Injuries of the vertebral column, natural problem of the intervertebral disc. هاي نانة ممكن يصير عندنا مثل ما شوفون يصير ال myriad causes of the intervertebral disc problem. شنو اللي يصير؟ مثل ما شوفون بالصورة في أعلى صورة هو ال normal disc. ممكن with time يصير degeneration. Degeneration يفقد ال water مالته وبتحول إلى dehydrated disc. Sometimes يصير دي bulging، من يدني واحد يصير bulging يروح باتجاه الكنال. ثالثة الرابعة المنطقة الزرقاء اللي يشوفوها طالعة هذا الهيرنية في الديسك، من يصير دي هيرنياشن يصير انزلاق من تطلع النيوكليوس بالبوسط من النيوكليوس بالبوسط وتضغط على النيرف. أحسن. الخامسة اللي بعدها هو thinning بالديسك، من يصير dehydration ويفقد الووتر. والأخيرة يسموه disc degeneration with osteophyte formation. نشوف النهايات العظمية يصير بها irregularity ويصير بها osteophyte اللي نطيناكم به بالosteoarthritis في pathology of joint. Next slide please. Next slide please. اكو مرات deformities انحراف، قلنا اذا هذا الانحراف increase بالفلكشن يسموه kyphosis. kyphosis kyphosis هو اذا صار الconvexity posterior، lordosis اذا صار الconvexity anterior. مرات يصير sideway curve، يعني الكيرف مكان ما anterior posterior يصير بالcoronal section. اذا هذا C shape curve للليفت يسموه side to side curvature of the spine. هذا أما يكون نتيجة congenital pathology بالvertebra نفسها أو يكون بالabnormal tone، يعني يصير paralysis بالجهة معينة والجهة الثانية راح تتحمل الوزر الجهة الأولى. هذا unbalanced muscle tone بالترنك بين الرايت والليفت راح يسوينا scoliosis. إذن الكيربتر باللاترالي يسميه scoliosis مثل ما تشوفون ظهر هذا المريض، هذا يسموه scoliosis.
Next slide, please. هنا نشوف الكورليشن بين الفيرتبرال بدي والانتر فيرتبرال ديسك. هاي يسموها الانتر فيرتبرال جوينت اللي هو يتحمل اغلب الوزن مال الديسك ويسوي شوك ويف ابزوربنت على الديسك اللي تحته وبنفس الوقت يقلل الجهد على باقي الستركتشرز اللي موجوده حواليه. نيكست سلايد بليز. Next slide, please. دكتور هو انا جربته بس النت شوية ضعيف يعني قدرنا. على كيف ماكو مشكلة. هنا هاي الصورة تنطيكم فكرة إذا كانت سوينا راديوغراف إيش راح تكون. طبعا المفروض بصفة أشعة لللمبر حتى تبين لنا شنو هي الستركتشر اللي نشوفها بالأشعة ونقدر نطبقها على الحقيقة وشنو هو الباثولوجي اللي ممكن يكون اللي هو ممكن نتصوره. فبهاي الحالة نقدر نتصور الباثولوجي، نقدر نسوي كورليشن. الصورة اللي بعدها اللي لما تكون فد posterior review أو anterior review لل cervical spine، مثل ما تشوفون بالإكس راي نشوف الماندبل، نشوف ال C3 C4 C5 C6 C7. هنا نشوف البروزات. احنا نسوي posterior review القبلها، الصورة اللي قبلها نشوف انه اللامنه، نشوف السباينس بروسس بالانتيرو بوستيرو فيو يكون بالمنتصف، نشوف انه البوني ارتكليشن. الصوره هاي اللي هسه طلعتها هي اللاترال اسبكت، نشوف هنا ال من سي 1 الى سي 7 نشوف الفيرتبره، نشوف السباينس بروسس، نشوف الفيرتبرال بودي، نشوف الديسك برولابس. الديسك برولابس تكون راديولوسنت اريا ما بيها لون، هنا نعتمد على الهايت مالتها بالمقارنه ويا الابوف والبلو، وايضا المفروض الكيرفتشر. هذا النورمال لازم تحفظوه نورمال اكس راي حتى تقدر تميزها عن الاب نورمال اكس راي. الاب نورمال اكس راي الكيرفتشر يختلف، ممكن اذا يصير فراكتشر تقدر تميزه، وممكن اذا كان ديسك برولابس راح المسافه تقل بين ديسك بين فيرتبرا وفيرتبرا، فيصير اوبليتريشن مال ديسك خاصة بالثينينج او الديجنريشن. اوكي الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها بليز. صورة الارتكليشن، صورة الارتكليشن بالثوراسيك سباين بعد هاي السيرفايكال لاترال اسبكت. الصورة اللي بعد هاي راح تبين لنا اللاترال والانتيرو بوستيرو فيو. نشوف السباينس بروسس تكون بالميد لاين، ترانسفيرس بروسس، الارتكليشن وذ ريبس، وبنفس الوقت نشوف الكيرفتشر، نشوف الكيرف الديسك والريبس.
ايضا تعطينا فكره عن الباثولوجي اذا كان موجود. الصوره الاخيره اخر صوره اللي هي اللاست الشريحه الاخيره السلايد الاخير هنا احنا هنا نستفاد من الموداليتيز مالت الايمجينج، نستفاد من الاكس راي. المساله الثانيه نستفاد من فد موداليتي اكثر تطور من الاكس راي هو الكونتراست يسموه مايلوغرام. هنا ندفع صبغه داخل الديسك، اذا طلعت طبعا اذا طلعت هاي الصبغه معناه عدد ديسك برولابس. مرات نستفاد من السي تي سكان، السي تي سكان يعطينا صوره اوضح اذا كان عندك مثلا فد فراكتشر وقطعه من الفراكتشر من البون داخل السباينال كانال. هاي الصوره تشوفوها يسموها المايلوغرام. الاكس راي مايلوغراف حتى نصور لنا او يسموه الكونتراست ستدي اوف ذا ديسك. هنا ندفع في الصبغه. هسه هذا الديسك ما طالع خارج، يعني هاي الصبغه ما طالعه خارج الديسك، معناها هذا ما عند انتاك ديسك. قد يكون اللي تحتها اذا تتبع الديسك وشفت صار هرنيشن الصبغه طلعت، معناه دير ديسك برولابس او انتر فيرتيبرال ديسك برولابس. لازم هاي تاخذها اندر سكرين حتى تميزها، حتى ما تروح انه للسباينال كورد والضربه. حاليا الثوره الكبيره في علاج الفيرتيبرال كولوم هي related to the MRI الماجنتيك ريزونانس ايمجينج، الرنين المغناطيسي اللي يعطيك صوره واضحه. طبعا الاكس راي تطلع لك فقط البون وتعطيك ايحاءات او ايحاء عن انه باقي الاشياء، يعني مثلا تعطيك فكره عن الديسك برولابس، عن الهايت مالت الاندر فيرتيبرال ديسك، على الفيرتيبرال فورامين شوفوا انا واسعه. وبينما الام ار اي لا، تعطيك تراويك النيرف، تراويك الديسك، تراويك الاكو هيرنيشن، التغيرات اللي يصير بالديسك، التيومر اذا موجود. فحاليا الثوره الكبيره اللي حصلت في تطور جراحات العمود الفقري الفضل بها طبعا لله سبحانه وتعالى وللرنين المغناطيسي. هنا خلصت المحاضره واعتقد صوتي راح. فاللي عنده سؤال يسال. دكتور شنو فائده البايبيد بروسيس؟ ها؟ البايبيد بروسيس شنو فائدته؟ شنو يعني البايبيد بروسيس الموجوده بالسيرفيكال؟ يا سيرفيكال دي بايبيد بروسيس تنطيك اكثر من ليجمنت اتاتشمنت، وبالتالي اذا تعطيك حريه بالحركه. يعني انت اذا السبانس بروسس وحده ومشلبه بها عضله تقدر تفرك باتجاه واحد، لكن اذا فد مكانيا وكل واحد تجرب مكان تعطيك فد حركه اوسع. هاي الفكره. نعم دكتور شكرا. لذلك السيرفايكل سباين فيرتبرا حركتها اكثر من اللمبر والدورزر. واحده من اسبابها هي طبعا انه فريمنت ما بها ريبس ما مشلبه بها، واحده من اسبابها البايفيد بروسس. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور ممكن تعيد البرايمري والسكندري سيرفيتشرز؟ كيرفيتشر احنا رب العالمين خلقنا في بطون امهاتنا بكيرف واحد حتى يكون يحتوينا على اليمن على داخل اليوترس داخل حالة الرحمية حتى نكون بكيرف، فيكون الكيرف واحد، الكونكيفيتي باتجاه انتيرير والكونفكسيتي بوستيرير. من تجيبنا امنا احنا الانسان بطبيعه وضعه بالحياتي انه لازم الابرايت بوزيشن لازم يوقف. فاول ما تجيب امه بالثلاث اسابيع الثلاث شهور الاولى يحاول شنو يرفع راسه وهو نايم. هاي طريقه رفع راسه راح تولد انه كيرف جديد، مكان مال كيرف يكون يعني الانتيرير بارت كونكيف راح يكون انتيرير بارت كونفكس، لانه راسه هو الطفل وهو نايم ويرفع راسه راح يصير عنده ديفلوبمنت اوف سكندري كير، يصير هنا لوردوسز. بعدين من يقوم يزحف راح شو يسوي؟ طريقه الزحف تخليه
غصبا عليه انه يعني انه بالبدايه طبعا حتى يرفع الجذعه من الارض راح يكون عنده اللمبر كير ايضا يتجه من الكونفكسيتي بالبوستير لا كونفكسيتي بالانتيرير. هذا يسموه سكندري كير. الكير اول ما تجيب نؤمنا والسكندري كير ديفلوبمنت ديورينج ديفلوبمنت اوف ذا ووكينج تشايلد فروم ذا كراولينج الى ابرايت الى ووكينج. مفهوم؟ دكتور بس الانتيرير كونفكسيتي. نعم دكتور يعني هي راح تكون استمرار مال الجنين الانتيرير. الانتيرير كونفكسيتي بالعكس هو الانتيرير كونكافيتي للجنين. الجنين بالبدايه الانحناء للامام يصير، لذلك الكونفكسيتي تكون بوستيرير يعني التحدب بوستيرير والتقعر انتيرير. من يصير كونفكسيتي انتيرير راح يصير عكس الكيرف بالجنين. اوكي دكتور يعني سهل بمزمه اللي موجود يمي يعني هنا خطا لو اقلبها بس. نعم اكو فت خطا شفتاني بالعباره بس انتو حفظوا هالبرايمري كيرف. البرايمري كيرف الكونفكسيتي بوستيرير، السكندري كيرف الكونفكسيتي انتيرير. تمام دكتور مشكور. اوكي بالخدمه. من عنده بعد سؤال؟ شباب اني اعتذر عن الاستمرار وياكم لان هاي رابع محاضره يوم انطيها، يعني انا يوم من 8 الصبح لسه بس انطي محاضرات، فاعتذر انه اذا اكمل وياكم. لا ابو دكتور الله يسعدكم جدا متشكرين لكم. واي شيء اللي عنده ملاحظه يخابرني بخير الدلل. نعم عفوا دكتور. يا شكرا جزيلا. شو هاي المحاضره زينه فهمتوها؟ اكيد شور جديد تعلمنا فيها. زيانة زيانة إن شاء الله. أي دكتور عاشيدك مفهوم المحاضرة. عاشيدك كلش عاشيدك إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. في مال الله في مال الله.